شهد سعادة محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء فعاليات يوم نظم المعلومات الجغرافية الذي أقيم في عجمان بالتعاون مع شركة جيستيك المتخصصة في هذا المجال. وشملت الفعالية إلقاء كلمة لقسم نظم المعلومات الجغرافية تم التطرق فيها لما شهده قسم نظم المعلومات الجغرافية من تقدم نوعي عبر إنجازاته المستمرة وخدمته الرائدة التي زود بها العديد من أقسام الهيئة بكل المعلومات والبيانات الجغرافية التي تسهل مهامهم الميدانية وتساعدهم على اتخاذ القرارات المتعلقة بشبكتي الكهرباء والماء وأصولهما. كما صاحب الفعالية معرض شارك فيه عدد من الجهات الحكومية في الدولة لا سيما التي تستخدم نظم المعلومات الجغرافية.